الهيئة الانتخابية سهل جدا أن تقصي أصواته أو تلغي أصوات، خصوصا وأنه في مشروع القانون هذا أصبحت محكمة الاستئناف هي تخوض في التقاضي الانتخابي. إلى أي حد هل الخيار هذا آمن بين ظفرين وما هي عواقبه؟ هذا يحاول يجاوبني عليه السي علي، لكن قبل ذلك كتبت منذ قليل أقل من ساعة الأستاذة الجامعية سناء بن عاشور، دونت: لقد ارتكب مجلس نواب الشعب في الآونة ضلالة بسبب انحرافه بالسلطة التشريعية واستخدامها لأسباب أخرى غير تلك التي تم منحها له، كما أنه ارتكب انتهاكا جسيما لمبدأ الفصل بين السلطة والاستقلال القضاء من خلال سحب النزاع الانتخابي الرئاسي الجاري من اختصاص المحكمة الإدارية، وقد قام بضرب حق المواطنين والمواطنات في الأمن والأمان القانوني وإمكانية التنبؤ والاستشراف المطلوبة من القانون كأداة لضمان انتخابات ديمقراطية شفافة تعددية نزيهة وصادقة. تختم: لهذه الأسباب ولأسباب أخرى كثيرة ستكون انتخابات 24 ملوثة إلى الأبد بعدم الشرعية. سعلي سي أحمد يقول لك نمشوا نكمل الأمطار الأخيرة، مأمونة الخيار هذا ولا مش مأمون؟ تابعت كلمة الأستاذ أحمد ولفت نظري قوله بأنه منذ البداية كان ضد الانتخابات ومع المقاطعة، وهذا في الحقيقة بخلاف موقفي. منذ البداية كنت مع المشاركة، والهدف كان هو تحقيق هذه المكاسب التي تحققت في كشف يعني إرادة السلطة وتهرئتها وإضعافها وضرب شرعية قيس سعيد التي يريد أن يؤسسها من خلال الانتخابات، وهذا في اعتقادي قد وصلنا إليه من خلال حكم المحكمة الإدارية ثم هذه الفضيحة التي تمت اليوم أمام العالم وأمام الرأي العام، كشفت أن قيس سعيد يتلاعب بالقانون من أجل أن يستمر في السلطة، وبالتالي هذه الانتخابات فقدت قيمتها وأي معنى لها. عند هذا الحد أنا أقول يجب أن نتوقف. بأي معنى تتوقف؟ شنو تتوقف؟ بمعنى أنني لا أشارك في الانتخابات، مقاطعة الانتخابات، لأنه يعني أنا أستغرب من أشخاص يعني مسؤولين وأحزاب وهيئات تدعو إلى المشاركة في الانتخابات وفي نفس الوقت تقول بأن قيس سعيد سوف يزورها، يعني هي واثقة من هذا. كيف تقنع الشعب أن نراه ثم انتخابات مزورة وتفضلوا معناها شاركوا في الانتخابات؟ هذا في الحقيقة ما يستقيمش. وما هو الهدف؟ الهدف هو يعني كشف تزوير قيس سعيد وضرب الشرعية. في الحقيقة شرعية الانتخابات ضربت، نعم، ووصلنا إلى هذا الهدف وحققناه. وبالتالي عندما دعونا في البداية إلى المشاركة في هذا المسار الانتخابي كانت لدينا شروط واضحة، كانت لدينا أهداف واضحة نريد أن نحققها، كانت لدينا خطوط حمراء واضحة. الآن نحن نقتحم هذه الخطوط الحمراء بحيث أنه ندخل في العبث ونساهم في عملية انتخابية ندرك جيدا أنها مزورة وبدون أي شروط، يعني لم يبقى أي شرط من شروط الانتخابات النزيهة، بحيث لا يمكن أن تلعب لعبة يعني الجهة الحاكمة أو الحكم ليس محايد في هذه اللعبة، ممكن أن تتنازل على كل الشروط في أي منافسة سواء كانت رياضية سياسية أو غيرها، ممكن أن تتنازل على الكثير من الشروط، ولكن شرط الحياد للحكم هذا ينسف العملية تماما. ولذلك أنا أقول بأن هذا انتخابات مسخرة لا يجب أن نساهم فيها. قيس سعيد فقد شرعيته، قيس هذه الانتخابات باطلة بحكم المحكمة الإدارية ولا يجب أن نساهم فيها. من يتنازل عن حكم المحكمة الإدارية فإنه يشارك في قانون اللعبة الذي رسمه قيس سعيد، وبالتالي هو يتنازل عن حكم قضائي ببطلان العملية الانتخابية، نعم، ويذهب ليشارك فيها، وقد يفوز قيس سعيد بدون تزوير في الحقيقة، لأنه سيطبق القانون والفصل 143 من المجلة من القانون الانتخابي الذي يسمح له بأن يسقط الأصوات التي سوف نمنحها إلى الزمال، وبذلك يصبح هو في موقع قانوني صحيح ونحن نفقد الموقع القانوني. كنا نمتلكه بقوة وهو حكم
المحكمة الإدارية. ولذلك أنا أدعو حقيقة إلى أن نتريث وأن ندرك جيدا بأن هذه لعبة ومسخرة لا يجب أن نشارك فيها. هذا المسار الانتخابي أدينا فيه ضغطا قويا على قيس سعيد، كشفنا فيه حقيقته بأنه يريد أن يستمر في السلطة مهما كان الثمن، كشفنا ألاعيبه أمام الرأي العام المحلي والدولي. هذا يكفي. لكن السباق لم ينتهي سعلي. السباق نعم. السباق لم نعم. ينتهي. أنت عارف أنك منذ البداية تناطح في ديكتاتورية. السباق لم ينتهي، السباق ماراثون. ما هو الهدف يا سي حسين عندما أناطح الدكتاتورية؟ ما هو الهدف من خاصة عندما أدخل في مجال الانتخابات؟ عندي هدفين، إما أن أحقق التغيير عبر الاختراق، يعني أنني أفوز، أو أنني أكشف يعني حقيقة الانتخابات ويعني لا شرعية الانتخابات. هل ما زال هناك أمل في الفوز عبر الانتخابات؟ الجميع يا أخي، يعني أنا أقول لك أكثر نصير للمشاركة في الانتخابات هو الأستاذ عبد الوهاب معطر الصديق المحترم. ماذا يقول الأستاذ؟ يقول بالحرف الواحد: لسنا واهمين ولا سذج حتى نفكر للحظة أن هذا الشخص سيقبل الهزيمة. طيب ليه؟ يعني ما تماش أمل في فوز الزمال يا أخي، سواء بالتزوير وإلا بالفصل 143. إذن ماذا بقي من الأهداف؟ بقي هو كشف حقيقة قيس سعيد وكشف حقيقة الانتخابات، أنها هذه الانتخابات سورية ولا يمكن أن تتأسس عليها شرعية حكم جديد لقيس سعيد. هذا امتلكناه عبر القانون، امتلكناه عبر المحكمة الإدارية، يتضمن حكمها بطلان للعملية الانتخابية، وبالتالي لا نتنازل عن هذا. عندما نشارك في الانتخابات شي حسين نتنازل عن هذا الحق وندخل في اللعبة بقانونها الجديد الذي رسمه قيس سعيد، وهو يدرك جيدا المسار. عندما يلتف على المحكمة الإدارية يدرك جيدا إلى أين يصل المسار. نعم، أنقل سؤال سي